من ضمن الحاجات اللي الواحد كان بيسمعها، وانا دايما هحاول اكون دقيق جدا في كلامي ومش هتكلم كتير في امور خارج المونديال، خدوا بال حضراتكم انا مش هتكلم كتير في حاجات تخص الدوري وتخص فلان قال كذا وعلان قال كذا، مش عايز ابعد دايما عن الحدث اللي احنا جواه اللي هو الحدث العالمي اللي احنا جواه وهو مونديال الأندية. شعبية النادي الأهلي زي ما حضراتكم شفتوا امبارح، الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها سواء هنا على القناة أو على كل مواقع التواصل الاجتماعي كلها بتدل على شيء واحد فقط، بتدل على أن النادي الأهلي له جماهيرية كبيرة جدا جدا في كل حتة في العالم، في كل حتة في العالم. أنا مش بتكلم على الدول العربية فقط، احنا لما كنا بنروح اليابان كنا بنلاقي ناس مستنيانا، لما كنا بنروح لو رحنا البرازيل آخر الدنيا الناحية التانية، أيوة هو ده، هو ده الجمال وهو ده الحلاوة اللي احنا دايما مستنيينها من جمهور النادي الأهلي. لما بنروح أي حتة لو رحنا آخر العالم أنا متأكد إن احنا هنلاقي جمهور النادي الأهلي واقف وبيشجع اسم النادي الأهلي. هو ما بيشجعش إسلام ولا بيشجع محمد ولا بيشجع، لا، هو بيشجع اسم النادي الأهلي اللي دايما مخلينا فخورين. الكلام ده أنا بقوله من قلبي. المشهد اللي حضراتكم شايفينه أسطورة من أساطير كرة القدم، بعيدا عن أنه هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، شوفوا حضراتكم اتجه للجمهور كابتن محمود الخطيب وراح سلم على الناس، وبعدين قال لهم إيه؟ قال لهم مش أنا مش الخطيب، لأ، اللعيبة والاسم النادي الأهلي هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي انتوا لازم تشجعوه، وهو ده الإحساس اللي ما بين الدائم اللي ما بين جمهور النادي الأهلي وما بين مجلس إدارته، ما بين جمهور النادي الأهلي ولاعيبته. بص اللعيبة فرحانين إزاي، بصوا اللعيبة فرحانين إزاي. أنا جات لي ردود أفعال من اللاعبين قد إيه مبسوطين بالجمهور اللي كان واقف في مستنيهم في مطار حمد، حاجة جميلة جدا وحاجة مفرحة جدا جدا جدا. وخدوا بالكم أنا جبت لكم امبارح فيديو لاستقبال النادي الأهلي أو للحظات وصول النادي الأهلي، وجبت لكم فيديو للحظات وصول فريق آخر. شفتوا الفرق؟ الفرق هو حضراتكم، الفرق هو أنتوا، الفرق هو أنتوا، مش حاجة تانية. هو أولسن الكوري ده ما عندوش جمهور، عنده جمهور، وهي ما فيش جمهور، ما فيش ناس كوريين موجودين في 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 موجودين، ولكن جمهور الأهلي، الشغف، الحب، اسم النادي الأهلي هو اللي بيخليك تروح، وهو اللي بيخليك تستنى في المطار، هو اللي بيخليك قبلها بأسبوع بتنظم الوقفات اللي هتتعمل، هو اللي بيخليك قبلها بأسبوع تفضل تحافظ على أو تحاول أن تحافظ على الإجراءات الاحترازية علشان الأمور تمشي بشكل جيد. فمنتهى السعادة ومنتهى الفخر، كل يوم هقول الكلام ده، أنا كل يوم هطلع أقول الكلام ده، لأنه حق جمهور النادي الأهلي علينا إن احنا دايما نقول هذا الكلام. وقفتكم معانا في كل حاجة، في كل حاجة الحقيقة.